ولأخبار الرياضة، مع اقتراب نهاية العام فلابد من الوقوف على أهم المحطات الرياضية التي شهدها هذا العام. مع اقتراب نهاية العام 2018 فلابد من الوقوف على أهم المحطات الرياضية التي شهدها هذا العام. المنتخب الفرنسي لكرة القدم حاز وللمرة الثانية على التوالي على بطولة كأس العالم والتي أقيمت في روسيا بعد فوزه على المنتخب الكرواتي وسط أجواء احتفالية عمت المدن الفرنسية والعاصمة باريس. العام 2018 ستبقى ذكراه خالدة في أذهان الفريق الملكي ريال مدريد بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة 13 ليحتفظ بالرقم القياسي في أغلى وأغنى البطولات الأوروبية. النجم المصري محمد صلاح ترك بصمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تتويجه كهداف البريمير ليج وقيادة فريقه إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش من مخيمات اللاجئين في كرواتيا إلى القمة العالمية بعد اختياره كأفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا والعديد من الجوائز الأخرى. فكما قال اللاعب، 2018 هي سنة الأحلام بالنسبة لي. وكالعادة الزميل أدهم حبيب الله محرر الشؤون الرياضية ينضم إلينا، أهلا بك أدهم. إذن يعني البداية من أبي مكة محمد صلاح، يعني هل تتوقع له بداية جميلة في هذا العام واستمرار للتألق في عام 2019؟ يعني ممكن اعتبار هذا العام بالنسبة لمحمد صلاح هو إنجاز ممتاز، بالأخص أنه ذكر في عدة محافل دولية وأيضا محلية عالمية عربية في كل ما يتعلق بإنجازات هذا اللاعب وصولا إلى ملك هدافي الدوري الإنجليزي البريمير ليج، وهذا إنجاز طبعا للاعب عربي مصري بالأخص لمحمد صلاح. طبعا محمد صلاح دخل التاريخ هذا الموسم أيضا بصعود المنتخب المصري إلى كأس العالم وأيضا وصول الفريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن خسر في المباراة النهائية لريال مدريد. ولكن نذكر جميعا أن محمد صلاح أصيب في هذه المباراة، كانت حلم بالنسبة لمحمد صلاح أن يلعب في مثل هذه المباراة، ولكن وكان يعني خائب الأمال بعض الشيء في الفترة الأخيرة بسبب عدم إعطائه جائزة الكرة الذهبية أو أفضل لاعب في العالم. ولكن باعتقادي محمد صلاح حتى الآن أيضا في الفترة الأخيرة نشاهد له افتتاحية ممتازة هذا الموسم مع فريق ليفربول، ويريد الحصول على بطولة الدوري الإنجليزي وأيضا لربما على بطولة دوري أبطال أوروبا. نعم أدهم، يعني الآن نشاهد صور لوكا مودريتش، ماذا عن هذا اللاعب؟ كانت له بدايات صعبة وانطلق في نهاية كما تحدثنا في تقارير سابقة أيضا، وتطرقنا إلى قصة هذا اللاعب الذي يعني نشأ في مخيمات اللاجئين في كرواتيا وصولا إلى التتويج في كأفضل لاعب في العالم هذا الموسم، حاز على عدة جوائز كان منها الكرة الذهبية وأيضا أفضل لاعب في أوروبا وكان من أفضل اللاعبين في كأس العالم، ومؤخرا أيضا توج بالكرة الذهبية. هذا تتويج ممتاز كان للوكا مودريتش، باعتقادي اللاعب قدم موسما كرويا ممتازا في فريق ريال مدريد، وتحدثنا عن ريال مدريد في هذا التقرير، وأيضا وصولا مع المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم كان بالنسبة لكرواتيا هذا إنجاز كروي ممتاز ومشرف لمدينة لدولة مثل كرواتيا. لابد أن نعرج أيضا على يعني ريال مدريد، هل تتوقع له نجومية واستمرار في الألق العام المقبل بعد مغادرة لا شك أن فريق ريال مدريد في تراجع هذا الموسم، بالأخص عندما غادر لاعب مثل كريستيانو رونالدو الذي ترك بصمة ممتازة في هذا الفريق الملكي، وأيضا الفريق الملكي هذا الموسم حقق ثلاثية فوزه ببطولة بكأس الأبطال العالمية وأيضا فوزه باللقب الأهم وهو بطولة الدوري الأوروبي. باعتقادي هذا الفريق ربما مغادرة زيدان وكريستيانو رونالدو قد تؤثر عليه في عملية حيازة الألقاب، ونحن نرى تعثره في الدوري وأيضا في بطولة أوروبا، ولكن كما تعودنا أن الفريق الكبير كبير حتى في المسابقات الكبيرة، باعتقاد ريال مدريد لم يحسم حتى الآن هوية يعني هذا الموسم إن كان على مستوى الألقاب، فما زالت المسيرة طويلة والدوري طويل، وأيضا ربما قد يحقق أحد الإنجازات هذا الموسم بغياب زيدان وكريستيانو رونالدو. يطول الحديث الزميل أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك.